معانا على التليفون دكتور محمد الشواتفي، استاذ الاقتصاد وعميد كليه التجاره الاسبق بجامعه الزقازيق. دكتور صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. يا اهلا بحضرتك. مجمل ما تحدث عنه سياده الرئيس ظهر في الاعلان الختامي بالامس في 83 نقطه تحدث عنهم السيد الرئيس، وكان حريص دايما في كلمته على وضع الجميع امام التحديات، على وضع الجميع امام مسؤولياته، ان يوضح التحديات وايضا يضع حلول لهذه التحديات اللي بيتعرض ليها العالم كله في هذه الفتره. هل الهدف من ده هو ضرورة العمل على التوازن ما بين كافة الأطراف لتحقيق التنمية الحقيقية؟ الحقيقة دايما كلمات الرئيس بتبقى معبرة عن الرأي العام العالمي، باعتبار أن الدولة المصرية تمتلك دبلوماسية عالية ولديها فهم واضح لكل المشاكل الدولية، وأيضا ليست ضيفا ولكنها تقدم حلول. العالم النهاردة بيواجه مشاكل كثيرة جدا. العالم المتقدم بيحقق تنمية، العالم غير المتقدم هناك صعوبة في تحقيق التنمية، هناك مشاكل كبيرة جدا بتقابل العالم غير المتقدم والاقتصادات الناشئة، وعليه فلا يمكن أن يتحقق النمو في العالم إلا إذا تم معالجة مشاكل الدول النامية والاقتصاديات الناشئة. ومن هنا كان فلسفة كلمة فخامة الرئيس وفلسفة كلمة مصر. هناك مشاكل، أول مشكلة بتواجه العالم النامي هو الديون. مشكلة الديون الحقيقة أصبحت مشكلة كبيرة جدا في الاقتصادات الناشئة والعالم النامي، وهذه الديون للدول المتقدمة، وعليه أن يتم لابد أن يتم معالجة هذه الديون حتى تنطلق الاقتصاديات الناشئة وحتى تنطلق الاقتصاديات النامية. النقطة الثانية الحقيقة المناخ النهاردة الدول النامية بتدفع فواتير المناخ رغم أنها لا تساهم فيه. الذي أساء المناخ والذي دمر المناخ والذي وضع العالم في مشاكل كبيرة جدا بالنسبة للمناخ هي الدول المتقدمة، وعليه فيجب أن تكون الدول المتقدمة أمام مسؤولياتها وتقوم أولا بالالتزام بمواثيق المناخ والسياسات التي خرج بها مؤتمر المناخ، وأيضا الالتزامات المالية التي يجب أن يدفعها هؤلاء الناس. القضية الثالثة الحقيقة هو قضية التصنيع، بمعنى أن العالم النامي النهاردة لديه قدرة على التصنيع، عنده موارد طبيعية، وكان دائما العالم المتقدم يستنزف هذه الموارد وبيأخذها عنه ويحولها تاني ويرجعها إلى صناعات كبيرة ومتقدمة. وعليه فإن في هذه الحالة لابد أن تعالج مشكلة التصنيع، وأن تكون الدول النامية والاقتصادات الناشئة وأفريقيا يجب أن يكون فيها توطين صناعات كبيرة وقوية حتى يمكن أن تعالج هذه المشاكل. صحيح، وإن الموارد تخرج منها يا فندم كمدخلات صناعة على الأقل، يعني إن لم تكن مثلا منتج صناعي نهائي كمدخل للصناعة. يعني في هذه الحالة يعني سواء إما بتوطين الصناعة بأنها تكون مدخلات صناعة أو توطين صناعات بحيث تكون منتجات نهائية تقدر تكون موجودة. الأمر الرابع وهو قبول صادرات الدول النامية، بمعنى أن الدول النامية أيضا صادراتها الصناعية تعاني من مشاكل باعتبار هناك مشاكل الإدارة والجودة وتكنولوجيا وغير ذلك. خلينا نتكلم كمان مع حضرتك عن يمكن ملف الغذاء عالميا. نقدر نقول ان الرئيس خلال القمه اكد على اهميه انه يكون هناك عداله في حق كل من الدول التي تحتاج لتامين احتياجات شعوبها من الغذاء. هل ده بيدفع بقضيه كبيره؟ العالم المتقدم النهارده يجب ان يدرك ان العالم النامي لا يمكن ان يحقق التقدم في العالم الا بمراعاه مصالح الدول الناميه، وبالتالي هناك اقتصادات العالم النهارده المتقدم اصبح معدلات نمو الناتج الاجمالي ضعيفه او متباطئه، وربما هناك ركود او كساد. لكن في العالم المتقدم اذا اخذ في اعتباره العوامل المعينه يمكن ان ينطلق العالم. ومن هنا تاتي فلسفه ازاي الدول العشرين عايزه تدخل افريقيا في هذا المجمع الكبير او الاقتصاد الكبير. ليه؟ لأن أفريقيا النهاردة ما زالت قارة بكر، وبالتالي هي مفتاح التقدم للعالم النهاردة. أدرك العالم النهاردة لأن هي عندها موارد بشرية كبيرة، عندها موارد طبيعية كبيرة، عندها إمكانات يمكن أن تكون مساعدة في إظهار النمو العالمي وتحقيق معدلات عالية في الناتج الإجمالي. ومن هنا تأتي مشكلة الغذاء، المشكلة الكبيرة التي عانى منها العالم نتيجة حرب
لم تشارك فيه دولة ناشئة. الحرب ضمت أو كانت موجودة ما بين دول العالم المتقدمة اللي هو روسيا وأوروبا أو روسيا وأمريكا على أرض أوكرانيا. إذا في هذه الحالة هذا الأمر سواء الغذاء أو اللوجستية أو الطاقة تأثر بها العالم الاقتصادات الناشئة أكثر من الدول المتقدمة ولم يكن لها ذنب فيها. إذا في هذه الحالة كانت كلمة الرئيس أمس على أساس أن الغذاء اليوم يجب أن يكون هناك ضمانات للعالم النامي والعالم الاقتصادات الناشئة ضمانات في وصول الغذاء إلى هذه الدول لأنها لا ذنب لها. أيضا هناك قضية أخرى، ارتفاع الأسعار والتضخم الذي حدث في الاقتصادات الناشئة وانهيار أو ضعف القوى الشرائية للوحدات النقدية العملات المحلية في الدول الاقتصادات الناشئة. ما ذنب هذه الدول في أنها تدفع فواتير لم تكن شريكا فيها ولم تكن طرف فيها، ولكن صراعات الدول المتقدمة هو الذي أحدث هذا الأمر ووضع العالم والاقتصادات الناشئة في موقف حرج جدا، بل أثر على معدلات التنمية في هذه الدول. وبالتالي كانت كلمة الرئيس هنا دائما معبرة عن الاقتصادات الناشئة وعن الدول النامية وعن أفريقيا، لأن هذه هي مصر وهذا هو قائد مصر، فلا بد عندما يحمل حقيبته لا بد أن تكون بها من أهم بنودها وهو جدول أعمال الدول الاقتصادات الناشئة واهتمامات الاقتصادات الناشئة والدول النامية. الأمر الأهم من ذلك كمان اللي هو نقل التكنولوجيا، بمعنى أن الدول الناشئة والدول النامية لا يصدر إليها الاقتصاديات عفوا المعلومات أو التكنولوجيا الحديثة للتصنيع، وهناك حظر عليها أنها ما تاخدهاش. لماذا هذا الأمر؟ الأمر كمان اللي هو نقل العمالة والخبرات للدول الاقتصادات الناشئة. الاقتصادات الناشئة في هذه الحالة هي الوقود الذي قامت عليه الاقتصادات المتقدمة، وعليه من حق النهاردة الدول المتقدمة أن تساعد الاقتصادات الناشئة، وبخاصة في مجالات كبيرة جدا زي الدين، زي نقل التكنولوجيا، زي نظم الإدارة الحديثة، زي الأموال، زي كمان الاستثمارات. هنا قضية أخرى يجب أن تناقش ويجب أن يدركها العالم المتقدم، أن الاستثمارات عندما تكون للدول الاقتصادات الناشئة لا تذهب بطريقة مريحة، بل أن الاقتصادات الناشئة كمان عانت من الآثار السلبية لما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية من رفع الفائدة، فأثرت على كثيرا جدا على الاقتصادات غير المباشرة وقامت بسحبها من اقتصاداتها، وهذا أمر أولا غير أخلاقي. الأمر الثاني قام على مصالح أمريكا فقط، لم تنظر في هذه الحالة إلى الاقتصادات الناشئة، مما أدى إلى أن الاقتصادات الناشئة في عام 22 و21 تأثرت كثيرا جدا بما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية وبما أحدثته الحرب الأوكرانية الروسية، وفي هذه الحالة وكذلك بما قامت به بما نتج عن كورونا. هذه العوامل الثلاثة لم يكن بما أن حضرتك بتتكلم عن كورونا دلوقتي دكتور محمد يد فيها أو طرف فيها، وبالتالي في هذه الحالة كانت مكالمة مصر أن تكون بشكل مهذب وبشكل رائع جدا وضعت القضايا الأساسية على المائدة الدولية، لكنها في نفس الوقت طالبت أو يعني وضعت الأمور حتى يقوم العالم المتقدم بدوره في معالجة الاقتصادات الناشئة والاقتصادات النامية. دكتور محمد، لم يكتفي فخامة الرئيس ولم تكتفي مصر بالحديث عن الرؤية المصرية فقط أو عن الوضع في مصر لجذب استثمارات إلى مصر، ولكن تحدثت عن القارة الأفريقية رغم وجود القارة الأفريقية والاتحاد الأفريقي طبعا ممثلا عن القارة الأفريقية جميعها، وجود الاتحاد كعضو في هذه المجموعة لأول مرة كما شفنا وتابعنا بالأمس. والحقيقة زي ما حضرتك ذكرت أنه الدول العظمى والدول الكبرى عليها أن تدرك بأنها لن تحقق تنمية إلا إذا لبت مطالب وطموحات وآمال الشعوب الأفريقية وشعوب القارة السمراء. في هذا الإطار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تحدث بالأمس عن أزمة كورونا، وقال أن احنا خلال هذه الأزمة ظهر العالم ككتلة واحدة لأنه ما كانش قدامنا خيار آخر، ما كانش قدامنا حل تاني، وكان لازم أن احنا نعدي بهذه المرحلة، ولكن من بعدها خلفت أزمة ثقة وظهرت الكثير من الحروب. هل حضرتك شايف أن في رغبة حقيقية من الدول الكبرى والدول العظمى بالفعل أن هي تمد يد العون للقارة الأفريقية؟ الحقيقة طبعا
أصبحت القارة الأفريقية هي المتغير الأفضل في المعادلة الدولية. بمعنى حضرتك لما نشوف كده خلال الأربع شهور اللي فاتت إيه اللي حصل؟ كان هناك اجتماع صيني أفريقي، وهناك اجتماع فرنسي أفريقي، وآخر روسي أفريقي، وأمريكي أفريقي، وأوروبي أفريقي. ده بيقول لنا إيه؟ بيقول لنا القوة الدولية أدركت أن مفتاح التنمية هو أفريقيا، وعليه هنا مجموعة العشرين ارتأت ضرورة ضم الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين. وهذا طبعا هو صحيح الاتحاد الأفريقي واحد، لكن هم 52 دولة جوه الاتحاد الأفريقي. فمعنى ذلك أنك بتضيف معدل مجمل الناتج الإجمالي العالمي بيصل تقريبا إلى 80 أو 90%، وبالتالي كمان التبادل التجاري، لأن برضو حضرتك أفريقيا التبادل التجاري البيني بينها 13% أو 17% من 13 إلى 17، لكن الباقي هو عبارة عن إيه؟ تبادل مع مجموعة معظمه مع مجموعة العشرين. يعني هناك أكثر من 60% إلى 70% من واردات أفريقيا من مجموعة العشرين، هناك كذلك صادرات أفريقيا إلى مجموعة العشرين، لأن هي أكبر قوة اقتصادية موجودة. وبالتالي في هذه الحالة عندما يضم الاتحاد الأفريقي إلى هذا الكيان، وهو ضم مجموعة من المصادر الأولية والخامات والموارد البشرية إلى هذا التكتل الكبير، وهذا في صالح الاتحاد المجموعة العشرين، حتى يصبح مجموعة العشرين هي القوة الأكبر في العالم أو في اقتصادات العالم. هذا من ناحية. من ناحية أخرى كمان، إن التكتلات الاقتصادية الكبيرة النهاردة زي البريكس ومجموعة السبع الكبار، فإذا في هذه الحالة حتى لا ينقسم العالم في الناحية الاقتصادية ويحدث هناك صراع، فهنا ارتأت الدول إنها خطوة استراتيجية ضم أفريقيا حتى لا يحدث انقسام الاقتصادي، يسمح بالتعددية السياسية، لكن التعددية الاقتصادية ما زال المجتمع الغربي ومجموعة السبع الكبار لا تريد أن يكون هناك تعددية اقتصادية، ولا تريد أن يكون هناك عمولات أخرى، ولا يكون إلا أن يكون هناك دائما السيطرة للهيمنة الأمريكية. وعليه في السنوات القادمة ستحدث حركة داخلية على 10 سنوات القادمة حول كيانات اقتصادية جديدة، وكيف يمكن أن تخدم التكتلات الاقتصادية النوازع السياسية الموجودة في العالم، لأن النوازع السياسية النهاردة بتقول لابد أن يكون هناك تعددية قطبية، ولابد أن يكون هناك أخطاب كثيرة. وبالتالي في هذه الحالة العالم النهاردة في حالة مخاض شديد حتى صناعة العالم القادم، لأن احنا في نهايات مراحل العالم القديم. بالتأكيد. بنشكر الدكتور محمد الشواتفي، أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة الأسبق بجامعة الزقازيق.